السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الفرق بين الاعتقاد المعماري والاعتقاد العادي؟ وهل ممكن الاعتقاد العادي اعمل فيه شغل الاعتقاد المعماري؟ وفي سؤال تاني، ايه البرامج التانية اللي ممكن استخدمها في مجال العمارة؟ طيب الاعتقاد العادي ده الاعتقاد اوتو كمبيوتر ايد ديزاين او اوتو كمبيوتر ايد رسمان وهكذا، يعني بيديك ادوات تساعدك في انك ترسم خطوط اقواس، بتسهل عليك الشغل، نظام الليارات اللي فيه كويس، مشهور الاوتوكاد يعني كل الناس عارفه. جم بعد كده قال لك احنا عايزين ننافس الشركات اللي بدات تدخل في مجال البيم زي جرافيك سوفت، كانت عملت الاركيكاد، وكان ده في بقى ترسم حوائط، ترسم باب، ترسم شباك، الحاجات دي كلها. فهم كانوا عايزين يبداوا ينافسوا، كانوا بيحاولوا يشتروا بعض البرامج القويه زي برنامج ريفيت. قبل ما يشتروا نزلوا حاجه اسمها اوتوكاد اركتشر واوتوكاد استراكشر واوتوكاد ام اي بي، ده المعماري، ده الانشائي، ده الكهروميكانيكال. هو عباره عن الاوتوكاد بس زودوا بعض القوائم الخاصه ب انها مثلا ترسم باب، انها ترسم شباك، انها ترسم حيطه وهكذا. يعني بدا يضيف بعض الادوات اللي تخليك تشتغل بيم على القاعده بتاعت الكات، تمام. فهو كان برنامج كويس لحد ما اشتروا الريفت واقروا. وكان ده انا اتكلمت مع ناس من اوتوديسك نفسهم، قال لك احنا عندنا ده وده وبنبيعه، بس احنا بنقول ان الافضل انها تتجه للريفت، لان الاوتوكاد المعماري والشيء والكهرباء كان كده كنا عاملين صد خانه لحد ما نشتري البرنامج من برامج البيت. فلو انت عايز تشتغل لا اتجه للريفت، لان في بعض الشركات بتعمل ايه، لو عندها منتجين منافسين نفسين بتلغي واحد فيهم، لو عندها برنامج واشترى برنامج منافس بتلغي. اوتوديسك من النوع اللي بيمشي الاثنين، وتكسب من ده وتكسب من ده، وعارفه ان ده الكويس يعني، بس هي بتقول لك انا ببيع الاثنين، فهي عارفه ان الريفت اقوى من الاعتقاد المعماري واقوى من الام بي، ما بقوش طور فيه، تمام. خلاص بقى هو كله تركيزهم على الريفت. وعندهم مثلا 3 دي ماكس بيعمل نفس شغل المايه والاثنين بيعمل نفس شغل الواتر، وبيبيع الاثنين وما بيسويش شيء خاص، ما يدمجهمش هما الاثنين في برنامج واحد خالص، تمام. فنصيحه اشتغل على برنامج الريفت. الاوتوكاد ده مثلا بتستخدمه في الحاجات العامه، ممكن ترسم بحاجه مثلا، ترسم بيه عصفوره، ترسم بيه هدوم، ترسم باي حاجه. هو مثل ان هو مش محدد ب شغل المباني، انما الريفت محدد في المباني. هل ممكن الاوتوكاد العادي اعمل في شغل الاوتوكاد المعماري؟ لا، لان الاوتوكاد المعماري المفروض انت بتعمل فيه حوائط، شبابيك، ولما تعمله بيبقوا معمول صح بحيث ان انت تقدر تعمل حصر، تعمل فيه الكوردينيشن. الاوتوكاد العادي لا، مفيهوش الحاجات دي، تمام. فانت ممكن تسطب اوتوكاد، وممكن تسطب الاوتوكاد المعماري، وممكن تسطب الاوتوكاد وتقعد بقى تجيب بعض الاثبات لحد ما يوصل للاوتوكاد المعماري، وقت بقى مقرفة، فانت الأحسن تسطب الريفت بتاع هنا. إيه البرامج التانية ممكن تستخدمها في مجال المعماري؟ عندك حاجات كتير جدا، المهم أنت عايز تعمل إيه؟ يعني لو أنت عايز تعمل رندر، عندك 3 دي ماكس كويس جدا في الرندر، عندك ليومون، عندك توي موشن، عندك برامج كتير جدا، تمام؟ أنا شخصيا بقول حاجة والناس بتستغرب منها، الإكسل من أقوى البرامج اللي ممكن تستخدمها في مجال العمارة، تمام؟ تقدر تنظم بقى شغلك وتنظم بيها المسافات قد ايه، وتقدر تعمل بيه جداول، وتقدر تعمل حسابات كتير جدا ولا غنى عنه. ده من اقوى الادوات الاكسل، اقوى الادوات للبيم مانجر وهكذا، تمام. ممكن تكون انت محتاج باوربوينت لو انت عايز تعمل برزنتيشن، فالمهم تبقى عارف ايه اللي انت عايز تعمله وتبدا تذكره بشكل كويس. ولما تلاقي حاجه كويسه طب ايه البدائل ليها؟ يعني في برنامج اسمه مثلا انترنت في 2، انا اول ما الاقي برنامج مثلا قوي طب هل البدائل؟ ابدا اشوف البدائل وابدا اقارن بينهم واشوف الموقع بيقول احسن حاجه ايه. هل في حاجه اسمها اوبن سورس مجاني؟ لو حاجه متساويه لا اتجه للاوبن سورس. يعني لما بلاقي مثلا 3 دي ماكس اللي ليه بديل اسمه بلندر قوي، انا اروح للبلندر. في برنامج اسمه يونيتي ده فري لو انت شغال لوحدك، لو شغال مع مجموعه بتدفع فلوس. طب في هل ليه بديل مجاني يكون بنفس القوه وناس كتير معتمد عليه؟ وهكذا بتبدا تشوف البدايل. فبتلاقي خلينا نعملها عمل اهي، البرنامج اسمه مثلا انترنت في 2، تقول مثلا عايز برنامج يونتي، تمام. اهو برنامج يونتي، ايه البدائل اللي خلي بالك ده مثلا 290 واحد بيستخدمه. في عندك
الجوتد انش وفي الانريل انش. لما قعدت اقارن بين الاثنين دول رغم ان ده رقم اكبر لقيت الانريل ده قوي. هل ممكن نستخدمه في العماره؟ اه، بمعنى ايه؟ بعد ما تحط الموديل بتاعك تشتغل تبدا تخلي المستخدم يبدا يمشي بالماوس ويبدا يمشي بالاسهم وبيمشي بالفيرشوال رياليتي. فضفت قوه كبيره جدا للشغل بتاعي من خلال الانريل دوت. تمام، ده مثلا من ضمن البرامج اللي نقدر نقول ان مهندس معماري ممكن يستخدمها عشان يعمل برزنتيشن شغل بتاعي، ومثلا يدخل شغل بتاعه على النظاره بتاع جوجل او النظاره بتاعت الفيرشوال رياليتي او الاوجمانتد رياليتي وهكذا.